اكيد يعني. رح نفوت اكثر بالتفاصيل ورح نحكيه اكثر على هذا الموضوع اللي كثير بيشد انتباه الاولياء. كرمال هيك زميلتنا ميرا الاسعد تبعت الموضوع، سالت الاهل كيف بيحطوا حد لاولادهم في تربيتهم وسلوكياتهم، فكان هذا الجواب بهالتقرير. الطفل ذكي ومحتال ويعرف خطأه جيداً، ولكنه بيتمسكن تيتمكن. في السابق كانت الأم تلجأ إلى العقاب والمحاسبة وأحياناً العنف اللفظي والصراخ للسيطرة على الطفل. هذه الطريقة ليست دائماً ناجحة، ما إن يعاقب الطفل حتى يعيد الكرة. أما اليوم مع اختلاف الأجيال وأطباع الأولاد وأسلوب حياتهم، أصبحت الأم تواجه مشكلة في السيطرة على طفلها من دون اللجوء إلى القسوة والعنف. كيف يمكن للأم أن تسيطر على أطفالها؟ وما هي الأساليب التي تلجأ إليها؟ I have six kids, so how do I deal with my kids is I have rules in the house and they have to they follow the rules. It's very simple. And I have all the ages, so it's kind of difficult because each one is doing as they want. But the rules stay, and this gives them a security because they know that we come home, we do this. There's a system that we follow. And I think that makes them secure. It makes them freer, more creative, and happier. أنا بتعامل مع أطفالي بطريقة الكوميونيكيشن، يعني بنحكي مع بعض، بنتحاور مع بعض، بجرب فهمهم. وأكيد إذا أوقات حسيتهم إنه ما عم يطيعوا أو ما عم يعملوا الأشياء اللي عم نتفق عليها، بجرب أوقات تحرمهم من شيء أو قصصهم من شيء تاني. إذا غلطوا بدي عاقبهم، يعني في عقاب، يعني ممكن أحرمهم من التلفزيون أو من البونبون أو الحلو اللي هم بيحبوه، أي شغلة بيحبوها ممكن أحرمهم منها. في قواعد معينة أنا حاططها بالبيت، كل خرق للقاعدة بصير عليه عقوبة، يعني مثلا بنحرم من الظهرة، بنحرم من الشراية، بنحرم بشيء معين هو بحبه، من اللعب على البسكليت مثلا. الأم هي المصدر الوحيد للعاطفة بالنسبة للطفل، فإذا امتنعت عن إعطائه إياها سوف يحس بالذنب ويعرف حجم أخطائه بنفسه. لذلك ابقوا معنا للتعرف على تقنية التجاهل العاطفي في حلقة ببيروت لليوم. ولا أحلى من هيك فيديو. على كل حال أحمد، خبرنا شو رأيك باللي قالوا السيدات والأمهات؟ هني هودي الطرق الأساسية، الأمان الحقيقي بيجي بالعائلة دايما لما يكون في قواعد واضحة، قوانين وقوانين، ودايما هذه القوانين بتنفرض وبيلتزموا فيها الأولاد وبيعرفوا أنه في هامش بسيط بيقدروا يتحركوا فيه. لما الأهل ما يكون قادرين يفرضوا قوانين واضحة على الأولاد، بهذا بيخلي الأولاد أول شيء يصيروا هن الأب والأم ويفرضوا البدنية، وثاني شيء ما بيقعد يحسوا بالأمان. وإذا الأولاد فقدوا أي شعور الأمان بيفقدوا أهم شيء ممكن ياخدوه بالعائلة، مشان هيك بصير تنشأ عن هذا الشيء مشاكل كتير، مشاكل نفسية متعددة مع الأهل وبالمدرسة وبالسلوك وحتى بس يكبروا. مشان هيك نحن كتير مهم أنه الأهل يقدروا يعرفوا كيف يعملوا سلطة بالبيت، وطبعا هذه السلطة من خلال مبدأ التجاهل العاطفي بتجي بكل سهولة وبتمشي لوقت طويل، ما بتخفف التعصيب كمان والتوتر ورواق بالبيت بصير في هدوء، بصير في تواصل. بس في شغلة كتير أساسية، هلا مثلا احنا عم نحكي بحالة هيدا الطفل غلط، إذا خيو مثلا ما غلط شو ذنبه هو مثلا انه الام تتعامل بتجاهل عاطفي؟ كيف لازم تتعامل مع الطفل الثاني؟ بتكون عاديه او هذا بشكل غير نوعا ما كمان؟ لازم تكون مثل ما قالت أكثر من عادي. عادي واكثر من عادي، عادي كثير بدها تكون بشكل طبيعي مع الطفل الثاني، ابدا ما لازم تغير سلوكه لحتى هو يعرف انه هذا تجاهل مخصص له. واذا كان الطفل اذا الثاني عمل نفس الغلط بنرجع بنطبق عليه نفس القاعده. اما اذا ما عامل شيء ما مفروض نحن نطبق عليه شيء، لحتى اللي عامل غلط يعرف انه هو المعاقب وهو صح. المحاسب بهذا التجاهل، هو المسؤول عن غلطه وهو المحاسب بهذا التجاهل العاطفي، وهذا الشيء بيزعجه اكثر، بيخليه يسرع ليحل بالضبط، بيخليه يسرع كمان ليحل المشكل. صحيح. ومثل ما شفنا بالبروبورتاج انه الولد محتال وذكي وبيعرف شو بده وطريقه كيف بده يوصل، كرمال هيك الاهل بيتعبوا ليتوصلوا لنتيجه وليحلوا المشاكل بين اطفالهم. ومشان هيك كمان مشان هيك كمان التجاهل العاطفي هو
عمليه، يعني نحن بنعملها اول مره ممكن تاخذ معنا مثلا ساعه او ساعه ساعه ونص مثلا، بعدين لحتى يجي يحكي الولد هو شو عمل، بعدين بيروح بيغيب جمعه ما بيعمل شيء كثير منيح، ممكن يغيب جمعه 10 ايام، بعدين بيرجع بيعمل شيء، لما يرجع ما مش بكون نحن نسينا، بنرجع للطريقه القديمه، نحن ما مفروض نرجع نعمل تجاهل عاطفي ونزيد الوقت. بدنا خلص بدنا نكون ركزنا على التجاهل العاطفي بهالطريقه، مزبوط ونزيد الوقت اربع ساعات ومره ثالثه نزيد الوقت كمان لحتى نحصل على النتيجه. ميرسي احمد يوسف، ثانك يو على كل النصائح، ميرسي الهام لمشاركتك معنا تجربتك الخاصه. دقائق قليله مع الاعلان مشاهدينا، ومن بعدها بنرجع بنسلط الضوء على اطفال المشاهير كيف انهم كوبي كونفورم عن اهلهم معك. خبيرة الصورة كريستيان حجار.